وقع 15 جنديا إسرائيليا على رسالة أعلنوا فيها أنهم سيرفضون مواصلة الخدمة العسكرية من دون إبرام صفقة لتحرير المحتجزين في غزة حسب ما أفاده موقع والا الإسرائيلي. وانضم الجنود إلى ما يسموه مجموعة من 138، جمعت هذه المجموعة 138 توقيعا سابقا حسب ما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، في إشارة منهم إلى أن هذه هي نهاية خدمتهم الحالية، بينما وقع آخرون للتحذير من أنهم وصلوا إلى نقطة الانهيار وفقا لجيروزاليم بوست. وضعت الرسالة الموجهة إلى نتنياهو ووزير الدفاع يوف جالانت ورئيس الأركان هيرتي هاليفي وأعضاء الحكومة دعت إلى إنهاء الحرب، حيث أعلن الموقعون بموجب ذلك عدم القدرة على الاستمرار في القتال، قائلين إن الحرب تحكم على الرهائن بالإعدام وفق إعلام إسرائيلي. ينضم إلينا من حيث يؤاب شتيرن الكاتب والباحث السياسي، مرحبا بك معنا. تعليقا على هذه الأخبار الأخيرة، يعني جنود إسرائيليون إذن يلوحون بعصيان عسكري حال عدم إبرام صفقة لتحرير الرهائن، برأيك هذا الأمر متكرر يعني من بداية حرب غزة، ولكن هل بات وشيكا على أن يؤثر على الخطط الإسرائيلية العسكرية وحتى الدخل الإسرائيلي أكثر من ذي قبل؟ أولا لنفهم المنطق التي يقف وراء هذا الصوت. هؤلاء الجنود، جنود الاحتياط، يسمحون لنفسهم أن يقوموا بهذا الصوت أو يسمعوا هذا الصوت، لأنهم يعتقدون أنه استمرار الحرب في غزة حاليا ليس له أهداف منطقية، وأنه آن الأوان لوقف الحرب لكي يتم الإطلاق على المخطوفين، إطلاق سراح المخطوفين. والموقف يقول أنه إذا ما استمرت المعارك هذا قد يدور بالمخطوفين ويؤدي بنهاية المطاف إلى مقتلهم. فهؤلاء يقولوا إحنا لا نقبل هذا الاتجاه، وعلينا اتخاذ موقف صارم ونرفض الذهاب مرة أخرى إلى الخدمة، خدمة الاحتياط، لكي ندخل إلى غزة مجددا. هذا هو الصوت بشكل مبدئي، وهذا يتلائم مع موقف عائلات المخطوفين بأغلبها التي تقول آن الأوان للصفقة مع حماس، لأنه لا يمكن الإفراج عن المخطوفين بطرق أخرى، واستمرار بقائهم في الأنفاق في حجز حماس قد يقضي على حياتهم. فهذا هو الموقف الذي نسمعه. هل تسمع طب هذه الأصوات في الهيكل السياسي الإسرائيلي اليوم؟ هل من الممكن أن تؤثر أصلا هذه الأصوات على أي قرارات قد تتخذ في القريب العاجل أو حتى في مستقبل الأهداف الإسرائيلية المعلنة في الحرب على غزة ولبنان؟ للأسف أنا أعتقد أنه هذا الصوت لن يؤثر على اتخاذ القرار في إسرائيل، مثل المظاهرات التي نشهدها كل أسبوع تقريبا والتي تطالب هذه الحكومة بإبرام صفقة مع حماس. هذه الحكومة أولا الأجزاء المتطرفة فيها سموتريتش وبن غفير أصلا ليسوا معنيين بأن تتم هناك أي مفاوضات مع حماس، كم بالحريق صفقة مع حماس. هم يعتقدون أنه مع حماس وربما مع كل الفلسطينيين يجب فقط التعامل عبر القوى العسكرية. نتنياهو ليس بنفس الاتجاه هذا. نتنياهو يعتقد أن هناك فوائد من المفاوضات، ولهذا السبب نرى المفاوضات، ولكنه لم يوافق على الصيغة التي كانت مقترحة، وربما حتى لو كان يوافق عليها الطرف الآخر حماس لم يوافق عليها، وليس هناك صيغة متفق عليها، فلهذا السبب هو يستمر في المعركة، ولن نسمع منه أي صوت، أي تصريحات تقول أنه معني الآن بإبرام صفقة. هذه الأيام في اليومين الأخيرين سمعنا من الطرف الأمريكي من بلينكين عندما زار إسرائيل أن هناك حديث وأن هناك فرصة الآن بعد مقتل السنوار ربما لما يسمى بناء ثقة من جديد بين الوسطاء وحماس من جهة وبين الوسطاء وإسرائيل من جهة بناء أخرى. بناء الثقة أم زعزعتها أكثر؟ لأن هناك من يتساءل إذا ما كانت الحرب انتهت بمقتل السنوار أم بدأت
بعد ذلك؟ السؤال في محله. من ناحية شركاء نتنياهو يجب الاستمرار في الحرب لما لا نهاية. هم يعتقدون أنه يجب السيطرة على الفلسطينيين عسكريا وبناء المستوطنات من جديد في غزة. ولكن هذا ليس من ضمن الأهداف المعلنة إسرائيليا. يعني بحسب الأهداف المعلنة القضاء على قادة حماس، وحققت ذلك إسرائيل بحد كبير اليوم. حققت ذلك، يعني قضت على كثير من قادة حماس، دمرت البنية الهيكلية لحركة حماس. وهم نتنياهو الآن يرفض، يعني يقول أنه هذه التصريحات ليست صحيحة وأن إسرائيل لا تنوي البقاء في قطاع غزة، ولكن الأفعال تدل عكس ذلك. ولهذا السبب هذا الصوت الذي ذكرتموه مهم جدا، ولكن الخلافات أنا متأكد سنراها باستمرار في إسرائيل. هذه خلافات أيديولوجية عميقة ولا يمكن أن نبت فيها إلا يعني بعد مرور فترة زمنية طويلة جدا. غير الخلافات، إسرائيل اليوم تواجه مسألة تجسس داخلي، يعني أعلنت تفكيك شبكة جواسيس قالت أنها تعمل لصالح إيران. اليوم السؤال الأبرز، ما حجم هذه الخلايا؟ هل هناك من يعلم مدى خطورة ذلك؟ وإذا ما كانت ستؤثر على الخطط الإسرائيلية بتوسيع نطاق هذه الحرب؟ بالنسبة للخلايا، إحنا دائما نعرف ما كشف النقاب عنه، ولكن لا نعرف ما لا نعرفه. وربما جمهور الإسرائيلي لا يعرف، وربما أجهزة الأمن لا تعرف ما هي الخلايا الباقية المتبقية التي تعمل لصالح إيران في الداخل الإسرائيلي. ما نستطيع أن نقول أن حتى الآن لم تنجح هذه الخلايا بتنفيذ مخططاتها. رأينا محاولات، ولكن هذه المحاولات تكللت بالفشل. هل هناك خلايا أخرى؟ لا نعرفه. إحنا يجب علينا الانتظار لكي نرى ذلك ولكي نفهم ذلك. وربما إسرائيل استطاعت بإفشال هذه المخططات. أعتقد أن هذه الأمور ليس لا علاقة لها باستمرار الحرب. استمرار الحرب مستمرة لأنه لنتنياهو ليس أمامه بدائل سياسية قبل بدائل أخرى، وأقصد هنا بدائل حزبية للبقاء في الحكم. هذا هو الهدف. ولكن يقال أنه بسبب هذه الخلايا حزب الله قادر اليوم على تحقيق إنجازات ولو كانت صورية، يعني باستهداف قلب تل أبيب، بقلب العاصمة الإسرائيلية، أو مناطق حيوية أخرى عسكرية كذلك، منزل كان آخرها نتنياهو في إسرائيل. نعم، هو بالفعل استطاع منظمة حزب الله استطاعت أن تصل إلى منزل رئيس الوزراء في قيصرية، ولكن أعتقد أنه النجاح حزب الله هو هامش نسبيا. يعني نرى أنه يتم التصدي والاعتراض للصواريخ، معظم المسيرات يتم التصدي لها، بعدها تصل إلى الهدف بالفعل في قيصرية. رأينا ذلك في معسكر جولاني بالقرب من بنيامينة. ولكن بشكل عام حزب الله لم ينجح في أن يوجه ضربة قاسية جدا لإسرائيل. ونرى أن إسرائيل مستمرة. وبالنسبة للموضوع الأول، نرى أن معظم جنود الاحتياط يأتوا للخدمة العسكرية في المرة الثالثة والرابعة والخامسة، وهذا يعني أنه بالنسبة لحزب الله لا أعتقد أن هناك أي أمل بأن تنجح حزب الله. وربما لأنها مسألة أمن قومي لإسرائيل. سؤالي هنا، تعاقب الانتصارات التكتيكية بين مزدوجين لإسرائيل في المواجهة مع حزب الله اللبناني، لأي مدى يوفر أفاقا فعلية ملموسة لأمنها على المديين، سواء كان المتوسط وحتى الطويل؟ لأنه هذا ما تريده. على المدى المتوسط أعتقد أن إسرائيل ستنجح بربما إضعاف بشكل ملموس لقوة حزب الله وللتهديد الذي يشكل حزب الله على إسرائيل. على المدى البعيد لا أحد يستطيع أن يضمن ذلك بكل تأكيد. على المدى البعيد أعتقد أنه نفس الأيديولوجية ونفس الدوافع لا تزال موجودة، وربما أكثر من ذلك. إيران ستسعى إلى تقوية حزب الله من جديد. المجتمع الشيعي داخل لبنان ربما سيدعم حزب الله في ذلك. وعلى المدى البعيد إحنا قد نرى جولة عنف جديدة بعد 20 سنة. حتى لأن حزب الله يعني بدأ يخرج من مناطقه لينتشر في عموم لبنان، لأي مدى سهل السيطرة على ذلك مع الدعم الإيراني اللي تحدث عنه أيضا؟ فهناك فرق، يعني في كل لبنان هناك إمكانية لأن تكون حزب الله متواجدة، ولكن بالنسبة لإسرائيل تكرار سيناريو 7 من أكتوبر هذا ما يقلق الناس، لأنه إطلاق صواريخ من البقاع إلى إسرائيل
هذا قد يحدث، يعني إذا أرد في ذلك حزب الله هذا سيؤدي إلى دمار طبعا في الطرف اللبناني مجددا. ولكن الاستيلاء على البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود القريبة من الحدود، هذا السيناريو التي تريد إسرائيل منعه، ولهذا السبب إسرائيل الآن تحاول أن تسيطر على كل هذه المناطق القريبة من الحدود، إبعاد مناطق، بإبعاد حزب الله، تدمير البنى التحتية الموجودة. كم لديها من الوقت لتنفيذ هذه المخططات برأيك؟ يعني هناك أسبوعين تقريبا فاصلين عن الانتخابات الأمريكية، يقال بأنه ربط المصير يعني يتعلق بالانتخابات ونتائج هذه الانتخابات. هل تجهز إسرائيل برأيك سيناريوهين مختلفين، حال فوز الديمقراطيين وسيناريو آخر حال عودة ترامب إلى سدة الحكم؟ أولا أعتقد أنه إدارة دائمة وجديدة في الولايات المتحدة تؤدي إلى نهاية الحرب، لأنه إحنا بحاجة إلى من يقود هذه المسائل. الآن الإدارة الأمريكية في آخر أيامها، قد يأتي ترامب، وترامب يجب أن نذكر يأتي بعد 3 أشهر من الانتخابات، وربما ستبقى كاميلا هاريس في المنصب، وهذا ربما يعزز من مكانة الإدارة الحالية. بكل الأحوال قبل الانتخابات لن نرى أي تقدم في هذا الموضوع، وبعد الانتخابات سيبقى في يد إسرائيل ما يكفيها من وقت للاستيلاء على كل المناطق القريبة من الحدود في جنوب لبنان. السؤال كيف ستبدو الترتيبات فيما بعد؟ فقط الولايات المتحدة تستطيع أن تقودنا إلى بار الأمان في هذا الصدد. ولكن على ما يبدو بأن إسرائيل لا تصغي لا للدعوات الأمريكية والضغوطات الأمريكية ولا حتى الغربية، فعلى أي أساس تعول على واشنطن هنا؟ نعم، فحاليا إسرائيل يعني تستمع إلى ما يقوله واشنطن، ويكفينا أن نرى وجوه الوفد المرافق لبلينكن وبلينكن نفسه هذه الأيام. الوجوه تقول أنه ليس هناك أي ثقة بين الطرفين، وأنه ليس هناك أي إجماع بين الطرفين، هناك فقط تنسيق لا يرضي أحد، ربما الحد الأدنى من التنسيق. الإدارة الأمريكية كانت تفضل أن ترى توجهات مختلفة تماما في الطرف الإسرائيلي، وهذا صحيح أيضا بالنسبة لإسرائيل، الاختلاف واضح على ما يبدو، ولكن بعد الانتخابات تتغير الأمور. أنا أشكرك، كنت معنا من حيفا يؤاب شتيرن، الكاتب والباحث السياسي.